نظرة سيئة من ناحية يقول لك هذا وجاي من بلاد فيها حرب فيها عفايس كيما هكذا. جنيت عامين ومن بعد لقيت روحي والو. يعني في الجزائر حنايا ما يخفوش على الرياضي كما يلزم الحال. ولكن ماشي بالدموع باسكو ما نكذبش انا ماشي حد ماشي الدراهم اللي يبكيوني. ربيتك على اطار الرياضه وانت راك دخلت لي في التجاره ضربته بدبزه للصدر من هذيك للساعه هذه. ما كانوش يعاونونا بور فير دوطر ميداي اولمبيك مونديال. لما انسان يكون يعني بطل عالمي عده مرات ويكون ناقصه لقب اولمبي ناقص شيء كثير في الانجازات تاعو. Non, je pense que l'avenir il est sombre, vraiment sombre, et je suis triste. Je suis un boxeur guéri, tu vois, je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps, je suis un peu plus de temps. Je suis un très bon garde, et je suis un peu plus parmi les trois meilleurs gardes de l'Alem. سي لو سول سبورتيف اللي من صدر اللي من نوتر سبور اللي امي مع طول الموند. يعني وحدي نخسر فيه كان يعجبني لا مانيير تاعو تعجبني عاقل لا بريزونس تاعو سور لو رانغ مليح. اللاعب الخلوق او البطل الاولمبي الساجد محمد علالو نجم جزائري سطع نجمه في الملاكمة أو الفن النبيل والذي جاء إلى الوجود ذات يوم في 28 من سبتمبر سنة 1973 بثنية في ولاية بومرداس واحد من أنجب وأفضل لاعبي الملاكمة في تاريخ الفن النبيل الجزائري تخرج من بلدية الأخضرية في ولاية البويرة وشق طريق النجومية عبر نادي مولودية الجزائر بالعاصمة وإضافة لألقابه وميدالياته في البطولات الإفريقية العربية والمتوسطية وصل النجم الجزائري لتحصيل الميدالية البرونزية في أولمبياد سيدني سنة 2000 والتي تعتبر أبرز لقب يحققه نجم الملاكمة الجزائرية. سيادتك صح. بدايه كيفاش كانت البدايه تاعك مع الملاكمه؟ بون بديت الملاكمه في سنه 84 كان عندي 11 سنه في عمري. بديتها في بلديه الاخضريه. الكلوب هذا كان اسمه ايبيال. بديت الملاكمه وانا صغير كنت نروح نتفرج على لي زونطينمون تاع في لاصال دو بوكس الناس كانت تونطيني كان خالي ما بين هذوما الناس كانوا تونطينيو. سما امبرسوني هذيك لومبيونس تاع لا بوكس كيفاش الناس كنت تشوفها تعرق الناس كيفاش كانت تخدم في الصاك باش يخدموا لا كورد سيتي اون امبيونس ان بو سبيسيال عجبتني. كنت تقدمت لبابا ويما قلت لهم باش نروح ندير لا بوكس يما كانت كونتر مع الاول ما حبش باش ندير البوكس اباك توجور لا بوكس الناس ميم دوكا مازال سورتو لي مار سما الامهات تشوفها باللي حاجه اغريسيف حاجه واعره راح تفسد وجهك كذا. بابا ما كانش عنده مشكل قال لي ماشي مشكل. بعد جو مسي انسكري في لابوكس تما في ولايه الاخضريه ولايه البويره بلديه الاخضريه. فوالا في البدايه تاعك شنو الحاجه المرحله اللي لحقت لها وقلت بلي بون هذه مرحله بالك شويه صعبه مي لازم نكمل باش نحقق الهدف تاعي اني ندير ان بون باركور في الملاكمه. شوف والله كنت تكون صغير واحد ما شغل ما يخممش لهذ الامور كيكون واحد صغير كيما انا كنت بديت على لاج دو 11 ماكش يخمم زعما باش تولي ان كرون شامبيون ولا هي لو فات باش نروح نونطريني سيتي بور مو ان كرون شوز اسما باش الحق باش بديت نونطريني لا بوكس حاجه كبيره ليا كانت بون بديت نونطريني دي سي ان نو هكذاك كان كاين ان غالا لونطرينور اللي معايا قال لي نديرك في الغالا بوكسي قلت له وين بوكسي بوكسي تعجبت كاع الناس من الناس اللي تعرف البوكس ما تعرفش البوكس شغل اللي زيتي امبرسيوني فيا كيفاش نبوكسي كنت انا صغير من تماك بدات لي لومبيسيون بديت نشوف روحي بالك تسمى هذا هذا هذه الرياضه راح ننجح فيها بديت نخدم وشنو هو كان بونطينيت مع بليزيور اونطينور انا مع الاولى في البدايه تاعي الاولى بديت مع رشيد سعاده وحامد سعودي
هادو ما كانوا لي دو بريمي زونترينور في هذيك لاصال في الخضاريه. وكان بلوتو كان ثاني معهم انسبكتور بوليس اسمه عمي نقولوا عمي علي البوكسور. المهم قلت لك بديت التدريبات هكذا. من نهار لحقنا في 87 مون برومي شامبيون الجيري كادي شغل نهار تاع شامبيون الجيري سيتي بور موا حاجه كبيره حاجه انورم. شامبيون الجيري شغل تحت شركه في بطوله الجزائر حاجه كبيره. كنت حصلت على ميداليه برونزيه انا ذاك سيتي اون غروند ريسيت بور موا. بالعقل 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 لحقنا المستوى اللي لحقنا ليه دوكا. يعني نقدر نقول لك من بعد ذاك من بعد خالي من بعد ما كان اتليت وعاود ولا اونترينور هو اللي زاد ايما بوكو بوسي باش نولي شامبيون. زيد اون انيكدوت اللي شافي خارجين وياه من الصاله خارجين حنا وياه من الصال لحقنا في نص الطريق نحكوا على البوكس. من بعد قال لي تفكر مليح هذا النهار وقول ما قلتها لكش. قال لي تو سرا ان غرون شامبيون. شغل خالي كان il avait confiance en moi وزيد كان يشوف فيا باللي ان جور جو سري ان شامبيون. وهذا زاد مدلك الثقه. هو اللي زاد حفزني وهذا الشيء زاد اعطاني ثقه في نفسي باش نكون ان شامبيون. ونقول باللي il a réussi اسمه في لو باري نتاعو اللي دارو و il a réussi في حياته كمدرب. بداية تاع محمد علال الله يذكره بالخير كنت انايا كنت نشوفه كي كنت نخرجوا في هو كان في الاخضريه كان ملاكم مع ليكيب تاع الاخضريه. كنت نشوفه كي كان جينيور كادي منا كان في الخدمه تاعو كان اغريسيف في الخدمه تاعو وبروب نقيف فوق الرانك ومنا يعني وحدي نخسر فيه كان يعجبني لا مانيير تاعو تعجبني عاقل لا بريزونس تاعو سور لو رانك مليح منا. وليت نخمم انا في الخضريه كاين حوايج اللي يخصوه اللي كان موحي يخصوه هذا الحوايج يقدر يروح بعيد. بالنسبه لاول منافسه لعبتها خارج الوطن ونجحت فيها قلت بلي بالك هذه نقدر نزيد نروح اكثر ربما نزيد نروح نطلع نلحق درجه اكبر. وشنو المنافسه؟ شوف المنافسه بون كي قلت لي انت المنافسه اللي تما كنت لاكمت في الخارج نقول انا من قبل افون سا درنا زغولي ليكيب ناسيونال ليكيب ناسيونال سبور في 92 اوتونك سينيور. انا جي جامي في ليكيب ناسيونال ني كادي ني جونيور ديريكتومون سينيور 92 زغولي ليكيب ناسيونال اسبوار. كنت شارك في 8 مايو 45 في الصيف جاو لي روس لي تونيزيان جاو ان بي افريكا جو مي رابيل با بون سا في باسكو سا في لونتون. خرجت ميداي دور ديجا. من بعد هذيك زقاو لي ليكيب ناسيونال ا كانت كانوا كاينين لي جو بان عرب الالعاب العربيه في دمشق في سوريا. رحت شاركت اون كاتاستروف على كل حال باسكو كان صرات لي ان انسيدون في هذاك الوقت. كنت رايح مع الفريق عاودوا رجعوني من المطار على جال لوتوريزاسيون باترنال ما كانش عندي كنت مازالني صغير كان لازمني تسريح ابوي باش نخرج للخارج. رجع من المطار تنو بقسميه رجعوا على جال العسكر كان مضطر باش يدخل لازم يجوز العسكر تاعو وانا رجعوني على تسريح ابوي. دينا لي جو بان عرب وصرا له بروبليم ثاني لي جو بان عرب رجعوه من الايروبور رجعوه وبعد جابوه لنا عزوج تاع اللي جابوه لنا داروا له لوتوريزاسيون باترنال خدموها له ثمثم عاود جابوه لي عزوج تاع اللي جابوه لي اللوتير. شوف عللو بعد اولمبيا تاع برشلونة دخلوه كان صغير بعد لي جوز اولمبيك تاع 92 كانت عندنا لي جو بانارا في لاديقيه. انا كان عندي مشكل في الخدمه الوطنيه كنت انسومي هو دخل معنا ستاج كان صغير 19 ans ديجا خرجوه بلوتوريزاسيون باترنال انا وياه كنا رايحين كيف كيف هو احنا كنا حنلتحقوا بلا ديليغاسيون باسكو هما كانوا مشاو راحوا لسوريا وانا وياه قعدنا مع بعض مشينا للمطار قلت بالك يعطوني فرصه نروح ندير لو جو بالاب نعاود نولي ندخل ندوز السيرفيس تاعي. مالوريزمون انا ما روحش هو راح
بالرخصه من ابويه. من بعد رحت اون روتار لحقت بليكيب في سوريا اللي كان تلقاني في المطار جوهر الوحده تاع الصباح جوج تاع الصباح كان يفصح انا ذاك جيت لقى في المطار جاي يستنى وجاي يستنى بن قاسميه قالوا حسنا تاع الكاراتي وتاع البوكس هو بولوي راه جاي بن قاسميه علالو ما كان عنده حتى اثر ثم انا علالو محمد ما كان عندي الناس ما تعرف واحد ما يعرفني ما في المملكه ما كان ما يعني على مستوى الوزاره ولا كانوا ما يعرفونيش جاي يفصح يستنى بن قاسميه وليكيب تاع الكاراتي لحقت انا بسيرفات سيرفات مون تاعي الجيري لقاني تما قال لي انت واش دير قال لي انت واش جيت دير فوالا سي لا كيسيون قال لي انت واش جيت دير قلت له جيت ندي ميداي يعني سبونطاني جاوبته بلي انا شو بريزون جيت باش ندي ميداي قلت له انا ندي ميداي قال لي لا لا واش دير لكم ديسيبلين يعني شوف العفويه تاعي كيفاش كانت قال لي نو واش دير لكم ديسيبلين قلت له لا بوكس قال لي لا بوكس قال لي ما هضروليش عليك انت قال لي واسم قلت له علالو قال لي كيف قلت له علالو محمد علالو محمد يسوى تخلع كيفاش علالو محمد هذايا هو كان يعرف علالو محمد الاكس مينيستر اللي كان دي جي اسيتو وكان حبيبه مليح علالو محمد قال لي وين تسوتو في الخضاريه وكوما في الخضاريه مام محمد علالو من الخضاريه قال لي بون انا ما نعرفكش قال لي المهم يديك عند لوطيل تاعك ونشوفو اداني لوطيل كان انا ذاك حياني الله يرحمه وكان عمر سلطاني اللي كانوا حاكمين الفريق الوطني اول يعني اول مشاركه ليا في الخارج كانت لي جو بان عرب ولحقت للنهائي وكنت فزت على احسن ملاكم كما نقولوا احنا شوشو تاع سوريا اللي ربحته في سوريا لهذاك النهار يعني سوريا تقلبت كان صارت فوضى كبيره العائله نتاعو سبوني ما شغل جا واحد ربح شوشو تاع لابوكس في سوريا وانكونيتو انا كنت غير معروف من تما بدا المشوار نتاعي عبد لي جو بان عربو منا والاخر خسرهم فينال مع القليعي يعني الكومبا كانت معليش خسرت انا قلت معليش بريمير سورتي تاعو وجاب ميداي دارجون خير من اللي يقول بلافوني خلاص عندي حبس ميداي دور يقول لك انا ميداي دور يزيد يخمم مخو شويه باش يكسب لا ميداي ميداي دارجون كان الوحيد في الفريق اللي كان كنت يعني كيفاش يقولوا كان اثر انتباهي قبل السيريو تاعو كان ملاكم يعني مواظب سيريو بزاف في الخدمه تاعو توجور بريزون وكان حتى انا كيكون يعني شاب في السنه الاولى تاعي معهم كان يعني حتى ساعدني حتى كملاكم وكنا نتبعوا في الاحداث والله العظيم الحق فينال وربح ملاكمين يعني ما شاء الله الحق فينال جاب لا ميدا ارجون كنا نبريباريو مع بعض كنا نتلاقاو في الستاج وكنا نروحو نديرو لي تونوا يعني كان صغير ما كانش عنده خبره مي كسب الخبره هذيك من بعد ولا يدير معنا لي ستاج وكان سان بوكسر قرية تشوفوا شباب هكذا كاع بصح قبيح فوق الرانك ومن بعدك وشنا خارج هذه البطوله العربيه وشنا اول مشاركه شاركتها يعني عالميه من بعد بون درت الشامبيون المغربي شامبيون عرب من بعد درت شامبيون دافريك ومن بعد جومي سي كاليفي لي جوز اولمبيك 96 اتلانتا اللي كنت خسرت في الكارد فينال على ما ان بون ما كانتش خساره يعني باينه كانوا تحيزوا عليا مع الملاكم التونسي ولكن نقول خسرت لاني ما جبتش ميداليه خسرت في الكاردو فينال كنت كلاسي 5 كانت هذيك يعني اول مشاركه ليا اللي كانت يعني غرونديوز حاجه كبيره وهي العاب اولمبيه يعني حاجه الكبيره في الرياضه كانت لي جوز اولمبيك بعد الانهزام تاعك في اولمبياد 1996 نعم ما جاتكش قال مثلا قلت بلي ما ربما مستوى عالي بزاف ما نقدرلوش ما كنتش تنتظر مثلا في الاولمبياد المقبل قلت بلي الاولمبياد المقبل لازم ندير فيها ميداليه ان شاء الله حقيقه يعني بعد ما شفت المستوى نتاعي في الالعاب الاولمبيه 96 باتلونتا يعني ما كنتش بعيد على المستوى تاع جميع الاخرين اللي ميداي اولمبيك ولا الشامبيون اولمبيك ما كنتش بعيد وحتى امام الناس يعني امام التشجيع تاع الناس برا ولا الناس اللي تعرف البوكس الناس اللي يعرفوني كامل كانوا يقولوا لي بلي يعني كنت قادر دير حاجه ومازال قادر زيد دير
بالك ما تشجيع تاع الناس زادت الما بوسي دالي انكور بلو لوان. الحاجه اللي زادت طبعتني باش وصلت في سنه 2000 وفي سنه 2000 في سيدني باش نجي ميداليه. وكانت يعني كنت عزيمه وكان وعد وعدت على نفسي وكنت وعدت واحد اخرين الناس اللي كانوا دائما ثقتهم فيا باش نجي ميداليه اولمبيك. يعني ما خيبش الامل تاعهم ما خيبش الامل تاعي ثاني. يعني حتى انا كان عندي كيما نقولوا رغبه وعزيمه باش نلحق الميداليه الاولمبيه بالخدمه بالجديه. كنت بالسيريو تاعي يعني كنت ما نتوقفش على التدريب. ولو كنا ناخذوا اجازه انا ما عنديش اجازه. كنت هنا في كندا كانت مولوديه كنا امسيه. انا الناس نهار العيد تروح لدارهم باش تعيد قبل العيد يروحوا سمانه قبل العيد انا نروح لافاي تاع العيد لدارنا نعيد باسكو نبقى هنا نونطريني. ومن بعد العيد دوزيام جو تاع العيد نجي باش نكمل نونطريني وحدي. يعني لوحدي كنت نوجه نحضر. هذه الحاجه اللي بالك بالضكا كاين بليزور اتليت ماشي غير لي بوكسور بليزور اتليت اللي ما عندهمش هذه الروح القتاليه. يعني كنت انا بهذاك العزيمه نتاعي هي اللي قدرت نلحق. نحكيو على المسيره تاع محمد علالو كي التحق بالفريق تاع المولوديه في 1983 وين جاليا هو بنا بالعيد كانوا حابين يجوا بومرداس يجوا لعندنا المولوديه وين عاوناهم انا ودحموش مرزاق اللي نذكره على خير وصلناهم على كل حال طلعناهم الله يشفي المولوديه وين حبوا باش يجوا المولوديه سيناو معنا وبداو المشوار معنا. محمد علالو ملاكم كبير وكان تحصل على نتائج كبيره ومازالوا يعني لحد اليوم راهو مدرب وين راهو يدرب رياضيين واحد اخرين. ومحمد علالو صديق يعني منذ زمن طويل ونتمنى له التوفيق والنجاح ان شاء الله. اي بقينا هكذاك معاه نتبع فيه يعني فيزاجمون ما هدرتش معاه ولا نتبع فيه غير بعيني منا والاخر. اي احتاجت اوكازيون اللي عيطوا لي كوموند هنا البلاصه هذه جاني الحياني مع الدكتور سلطاني باش نخدم مع الحياني كومونترينو ناسيونال. ايا ديروا لي فيكتيف بارتيسيباسيون ليكيب ناسيونال ومنا ايا جا في بالي. كانوا زوج كنت نتبع فيهم كان واحد علالو هذا وكان سارجان. احكي لنا كيفاش عشت اولمبياد سيدني 2000 كيفاش عشت هذيك التجربه تاع ميداليه بالك ما لحقتش ميداليه ذهبيه صح ميداليه في اولمبياد كبير منافسه صعبه فيها كثير من الصعوبات الى اخره حتى اخر لحظه يعني الاقصاء امام عبد الله كيفاش عشت هذيك التجربه سنتين. شوف انا قبل لي جوز اولمبيك كنا درنا ستاج في كوبا لمده شهر. كنت بليسيت مني فيه كان عندي فراكتور هنا او نيفو دو لوس ماشي في الكارتيلاج في اللوس. انا تبليسيت في كوبا مع ملاكم كنت ربحته في لي جوز افريكان ان غانيان ربحته وغادوا الحال بزاف. تلاقينا في كوبا في طرابلس يعني كنا في التدريبات كان مازال يعني حاقد عليا ضربني وين دور ليني في فريمون فني في كان ان فيرغول كان يعني اللي يشوف فيا ما يقدرش ما نجيش اون ابيرسو يبان بلي نيفي كان معوج. رحت لوبيتال في كوبا دان انا كان الازرق سليم كان يقرا في كوبا وكان يعني يحسن اللغه الاسبانيه داني لوبيتال شافني الطبيب قال لي دوك توبيري هضر معاه قال له يوبيري دوكا لازم يوبيري اون سومون لبسوا لي طابلي نحيت حوايجي باش ندخل نوبيري. عاود خمنت مع راسي نايا قلت نو انا شوي كالي في بريج اولمبيك او موان نروح نشوف سيدني ديك دايره كانت سيتي مون ايدي باش نروح نشوف لازم نروح لي اولمبيك بور اون دوزيام فوا. انا ديسيديت وحدي يعني حتى ما كان قرر في مكاني ولا ني طبيب ولا بريزيدون فيراسيون ولا مدرب واحد ما ديسيدا في بلاصتي سيتي ما ديسيزيون. وقلت باللي ما نديرش العمليه مام هذاك الزرق حار. قال لي كيفاش الطبيب؟ قلت له نو انايا ناخذ كيما يقولوا لا ريسبونسابيليتي جو بروم مون ريسبونسابيليتي ما نوبيريش. ما هذاك الطبيب قال له هذا مريض قال له كيفاش ما حبش يوبيري سي با لوي كي ديسيدي تو. قال له احنا نديسيديو وقال له سا سرا ديفيسيل بور لوي لو كان يديرها من بعد تسمى لو كان نقدر. قال له تو سويت نعالجوه يبرع. قال له شنو صحيح حبس لا بوكس
انا قلت نو سيتي لوكازيون لازم نروح للجولمبيك. قلت له نو ما عنديش لوبيراسيون. ديسيديت خرجت نحبس حوايجي ونحيت كذا وخرجت. ما طبيعي هذاك ما عجبوش الحال. بقيت ندرب. كنا مع الفريق تما مازلنا 15. بقيت نكمل في ليزونطريمون تاعي حتى لو جور وين جينا للجزائر. بون دخلنا للجزائر لحق النهار اللي نروحوا فيه الجولمبيك. تكلمنا على ربي ورحنا. سيتي تما سي يا نربح يا نخسر. سيتي ما داني راني يندر فيها نتيجه كما كنت قلت وصرحت من بعد باللي يتحلوا لي البيبان يا نحبس ويتغلقوا كاع البيبان. سيتو افيك افيك ان بليسيور. بون ربي ما خيبنيش على كل حال. سيتي مون فان دو كارير باسكو ا سات ايبوك كان عندي 27 ans. كان مازال ما درتش 27 ans مي كان الحق ديجا لو جور ونهار درت لا ميدي دو برونز كان عندي هذاك النهار سيتي مون انيفيرسير درت 27 ans في سيدني. قلت لك يعني غامرت بنفسي بلا بليسير هذيك بليسير غراف ماشي باسكو حنا لا بوكس ضرب كاع في الوجه وانا الضرب هذيك وين في وجهي يعني اون بلان سونتر تاع الوجه. قلت لك رحت بعزيمه واراده من بعد صحابي بوكسو كانوا بوكسو قبلي خسروا كاع لو برومي تور لي بوكسي يخسر لي بوكسي يخسر لي بوكسي يخسر. بقيت وحدي ميم تدريبات كنت ندرب وحدي يعني تقدر تقول انا كنت في المومون تاع لي زونطريمون اي تو توجور نخمم شغل كنت تعيس. علاش بقيت وحدي انا الصباح رايح باش نبوكسي وصحابي داخلين الفيلاج تسمى كانوا يدوروا يحوسوا وانا مازالني مع التدريبات. قلت معليش بالك فيها خير قلت بالك ربي شاف فيها خير انا نكمل في العزيمه نتاعي ونطريني وسيتي لوكا الحمد لله ربي ما خيبنيش. ورجعت واش فاتني يعني واش كان فاتني في اتلانتا عاود استرجعته في 2000 في سيدني. حنا كي يكون انسان يخدم لوبجيكتيف باش او نيفو كي نخدموا او نيفو سي او نيفو لاثليت كي نعطي له نطمع منه باش يكون في الموفمون تاع المونديال ولا تاع لي زوز اولمبيك. وي انا ما كنتش معاه تما مي وي جاب كان عنده بروبليم في بليسير في النيفو تخطى يعني الحق دومي فينال وين لكن مع ملاكم صعيب مي كان ضمن لا ميداي برونز طلع بوكسا واش قدر مي توقف على جال الاصابه نتاعو تاع نيفو وين تما راح دار عمليه جراحيه على نيفو كانت عنده فراكتور في نيفو. وي مي الحق دومي فينال وجاب لا ميداي يعني شرف الملاكم الجزائريه. الملاكم هو اللي يفرض روحه في الساحه. الملاكم كيكون سيريو لي زونطريمون سيريو عنده طموح عنده اراده باش يوصل ويخدم المدرب يخدم معاه يتعلم معاه باش يوصل كما نقولوا عين شاري حمراء الله تلات اللي يحب يوصل. الحمد لله. كيفاش عشت هذاك الانجاز؟ شوف والله هذاك الانجاز كان حاجه عظيمه ليا. لي جوز اولمبيك سي تو لو موند كير تو لو موند يعني كاع الرياضيين يحلموا باش يديروا العاب اولمبيه وانا الحلم تاعي تحقق المره الثانيه العاب اولمبيه وزيد في المره الثانيه تحصلت على ميداليه. هذيك شوف هذيك ليموسيون ولا الاحساس هذاك ما نقدرش نحكي لك عليه وحتى واحد ما يقدر يحكي لك عليه. اللي يقدر يعني يحس بهذاك الاحساس لازم يعيشه. لازمك تعيش الميداليه الاولمبيه ولازمك تعيش العاب اولمبيه باش تحس. ما نقدرش كيما نحكي لك ما نقدرش يعني نوصفه ولكن سيتي ان اكسبيريونس اون نور ما قديت الميدال بونز مي سيتي ان اكسبيريونس اون نور لي جو يعني عمري في حياتي ما راح ريغريتي هذاك المومون. كاين في اولمبياد سيدني حاجه اللي فريمون على بوكو اتيري المشاهدين الجزائريين وحبوك في هذيك اللقطات اللي كنت ديرها مور شاك كومبا كنت تهبط تسجد تعاود تنوض تشكر ربي وتراه عشاك فوا حتى في الهزيمه تاعك مع عبد الله ايف درت نفس الجست حقيقه الجست هذاك على بالنا بلي كمسلم كذا مي علاش كنت ديرو اسكو باش تبين الاسلام اسكو باش تبين اكزاكتومون. شوف انا دوك حنا خرجنا اترافا لو موند اونتي نشوفوا الناس مسيحيين بوذيين يجيو كاع يديروا يعني الاشارات تاعهم تاع الديانه تاعهم وحنا كمسلمين كنت نشوف باللي الناس تحشم باش تبين اسلامها وبورتو حنا الاسلام هو الدين الحق
هو لو شومان اللي راح يديك للطريق المليحه. والناس كاع كانت تحشم باش بالك تبين روحك بلي انا مسلم. بالك كان اللي كان مسلم الكون يسقي يقول له انت مسلم، يقول له لا، يعني ينكر بلي هو مسلم باش بالك باش يبعد العين عليه، بالك باش يبعد الانظار هذيك اللي ماشي مليحه عليه. بون بريف، ولكن انا كنت خديت قرار، قلت لو مام صحابي كنت نسرت معهم قبل، قلت لهم شوفوا من نهار نبدا البوكس نبدا نسجد لله، نشكر ربي، نربح ولا نخسر؟ قالوا لي ما كنت نخسر، قلت لهم مالو كان نخسر نسجد ربي، باسكو علاش؟ شوفوا وين لحقت وين لحقني ربي، قلت لهم باسكو سي فري كو الاراده نتاعي بصح ربي يقول لك يا عبدي انت السبب وانا نعينك. وانا كنت قلت لازم نبين اسلامنا لهذو كاع الناس، لهذو كاع العالم هذا لازم كاع يشوفني. وزيد في هذاك المومون لي جوز اولمبيك كاع الانظار كاع العالم راهم برونشي في لي جوز اولمبيك. سما ما راحش يعني لا بوبليسيتي نتاعي للدين ما راحش تخبى، وهكذا كان الحال. ومن بعد هذه سما سكيما بلو اونكور بلوس، انا يعني من بعدي انا ولاو دي فوتبالور دي بوكسور دي جودوكا دي كاراتيكا، ولاو كاع الناس هو جميع الاصناف، حتى في البطوله الوطنيه دوك هنا في الجزائر الناس تربح تسجد صافي بليزير، يعني درت لهم كما نقولوا احنا عاده حميده. هو انا بور موا سي موديل تاع الملاكمين الجزائريين في الاخلاق وفي الكوتي تكنيك في الملاكمه. انا شخصيا كانت تعجبني فيه لاغارد، كانت عنده تري بون غارد، الا ما قدرت نقول لك بارمي لي تروا ميور غارد في العالم ولا. وكانت عنده الحركات الفنيه هذيك تاع لي زيسكيف كيما نقولوا حنايا، كانت خاصه به. هي كيجيك بوكسور ديجا يكون عنده ان طالون، باش تجي المولوديه لازم تكون عندك بلاصتك، تكون ملاكم معروف، ملاكم اللي تسمى انسان لونترينير يشوف بلي هذا الملاكم قادر يوصل. ما عندناش خادم سليمان باش يجي يقول لك هذا يخرج في اولمبيك ولا، مي بالعامل بلا ريغولاريتي بلو سيريو البوكسور اللي يحب هذه الرياضه يسو ساكريفيه باش يوصل. راك معايا؟ تسمى من عنده المدرب يعطي له 50% وال 50 الاخرى من عنده. كي تشوف انت ولدي يحب يخدم يحب يوصل المدرب معاه قلب ورب كما يقولوا، وهكذاك بالاراده تاعو اللي خلى المدربين يعاونوه حتى نوصل لو توب نيفو على موس على تسمى لو نيفو. وهو مع لي زاتليت تاعو اللي شوفان وحار يحب الريزولتا، ويلباز بوكو بلوس على لا ديسيبلين و لو سيريو الامور اللي وصلوا هو. انا شخصيا انا كاين امور بزاف تعلمتهم عليه في لو سيريو تاعو وفي اخلاقه الحمد لله. بالنسبه للاولمبياد سيدني، انت كنت جزء من نجاح باهر بالنسبه للجزائر لانه كسبت 5 ميداليات في هذيك الدوره تاع سيدني 2000. نعم. لم يسبق للجزائر ان توجد 5 ميداليات في دوره واحده ولا بعد، يعني احسن اولمبياد بالنسبه للجزائر. كيفاش عشتوا انت والزملاء اللي نالوا ميداليات التجربه هذيك، خصوصا وان الجزائر كسبت 5 ميداليات؟ حقيقه يعني كان يعني كما نقولوا الميور ريزولتا سيتي اون 2000 5 ميداي اولمبيك. يعني كما كنت سبقت وقلت انت يعني كان مقبل جامي كانت ومن بعد جامي كانت. وانا نقدر نقول باللي صدر بالك ما تقدرش تكون باسكو حصد 5 ميداليات اولمبيه ماهيش حاجه سهله. سيتي ان غروند ريوسيت بور الجيري. وزيد في هذاك المومون كانت الجزائر يعني عندها نظره حول العالم بشعه وسيئه. كنا في عشريه سوداء هذيك، كانت الناس وين نروحوا حنايا؟ انا كنت وين كنا نروح نديروا ستاج؟ غير تقول لهم الجيريا يقول لك تيروريست. يعني شوف وين لحقوا، وين لحقت الناس، وين شبهتنا. ما يقدر احنا كنا رياضيين وكذا، مي كانوا يقيسونا بالكلام، يقولنا انتم زاد توس دي تيروريست. يعني الجزائريين كانوا كاع ارهاب. وحنا في الفتره هذيك يعني تغلبنا على هذوك على الصعاب كاع، وتغلبنا على اقوال الناس وعلى نظره الناس. وجبنا 5 ميداليات اولمبيه. المملكه الجزائريه ادوا اتر فيير دو نو، يعني لازم تفتخر بين الجزائر سوتو بهذاك الوقت 2000 سنه 2000 يعني كانت مفخر الجزائر. اللي ما نقدروش نعاودوا نريوسيو باش نجيبوا يعني بالك حتى 3 ميداي، باسكو الوقت راه يصعب ورانا نشوفوا الرياضه الريكول
احنا في الرياضه راهي او ترجع تراجعنا للوراء في الرياضه، وخاصه في الملاكمه. الملاكمه كانت من اول رياضه في الجزائر جابت ميداليه اولمبيه، يعني عاودنا تراجعنا بزاف. وكاين ناس كي يبوزو لي دي كيسيون يقول لي وعلاش علالو نتايا يعني من بعدك نتايا غلقت البيبان، جبت ميداليه وغلقت الباب، واحد جا من بعدك. ما انا ما غلقتش الباب، انا كون عندي المفتاح تاع الباب اللي غلقته نمدو لكم كامل، نمدو لكاع الرياضيين. ولكن كاين العزيمه والاراده تاع الرياضيين اللي نقصت. الامكانيه دوكا كاين، الدوله راهي تمد امكانيات، راهي تعاون في الرياضيين، ولكن الاراده والعزيمه في الرياضيين اللي ما كاش. سبب نجاحنا في هذاك العام هي كل عزيمه تاع كل رياضي كما كنت قلت. وصح ما كانش كاين يعني امكانيات كبيره، انا كنت صرحت من قبل ثاني قلت باللي انا جي جامي اون بورس اولمبيك، ني بورس اولمبيك ني بورس دو لا فيدراسيون ني بورس دو مينيستير. انا عمري ما يعني ما كان تحت لي الفرصه وعطوني منحه باش نعاون روحي وباش نوجد روحي للمحافل الدوليه، عمري ولا كان عندي هذا البريفيلاج. ولكن كنت ندرب دائما بنفس الامكانيات اللي بديت بهم كملت بهم. ولكن الحاجه اللي لحقتني وخلتني نلحق الميداليه الاولمبيه ولا هذا النجاح سيتي الاراده نتاعي، سونز اوبليي بيان سور المكتوب تاع ربي، وربي يقول لك يا عبدي انت السبب وانا نعينك. ومن بعد الميداليه انا كاين ناس بزاف من بعد سيدني كان كامل الناس انا كنت حاب نحبس يقول لك نو مازالك مازال زيد تمد، يعني يكلفوك بشيء انت ماكش قادر عليه. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لك لا تكلفوهم ما لا يطيقون، ان كلفتموهم فاعينوهم. انا ما لقيت حتى معاونه، انا حتى واحد ما عاوني. لو سول كلوب اللي عاوني سي هو الكلوب نتاعي مولوديه الجزائر انا ذاك. دونك يعرفوه الناس كامل، كاع لي سبورتيف يعرفوه. سان سامباتيك غارسون تري سامباتيك ومنضبط، كذلك منضبط في الدركة راهو مدرب نشوف فيه منضبط اللي كاري. محمد يقدر لو كان يعني يكون عنده لما يكونش عنده لونتوراج تاعو صعيب اللي يجيني له في الخدمة تاعو يقدر يدير حاجة، يقدر يخدم يدير حاجة يدير له. أنا ديجا كنا أو نيفو دي ليكيبلاسيون كنت مع الكيبا، أنا أوبوزيت درت أنايا يعني تحب الصح أنا نبغيه مو. اكزيزيت باللي يكون المهم يكون بريزون في لو جروب تاع ليكيب ناسيونال. درنا معنا اونترينور بيان بروب يمد المثال لي زوط اللي راهم طالعين يترينو، كان يجيب طونوبيل نقي بروب، عنده لسان، عنده لا كاليتي دو ترافاي، عنده اسم في المهنه هذه، تربح به بزاف، يعاونك في الخدمه تاعو. يجي عندي هكذا دخلنا انا ومريانو، يجي يقول لي يا شيخ هو تواز ايه راك هايل تاكد دير لا بريزونس، تهضر مع واحد طلع يدك يطلع يده باسكو مولاميتي، كي يقول له طلع دوك نتايا انا عندي ميدا اولمبيك نجي نعطي لك حاجه في الخدمه تقبلها باسكو انا مولاميتي. هو عنده ميدا اولمبيك كي يهضر الاتليت اللي راه يتمنى باش يولي كيما هو لازم ها هو اش دير باش ان شاء الله تكون كيما انا. هاي كيفاش كان المرحوم محمد جواد الله يذكره بالخير، يعني كان اعطاني امكانيات اللي بالك ما مدوم حتى لواحد. كنا في هذيك العشيه السوداء، انا ما كنت كي نديو كونجي لمودوت انا كنت نريحنا، كان مخلي يقول لي معليش كمل ريحنا ما تروحش الباليسترو، يقول لي ما تروحش الخضاريه، كانت الحاله ماشي مليحه حياته يقول لي ريحنا خلى لي. وكنت انا هذاك الموم اللي مريحو هنايا ما ريحوش فاكونس، كنت نونطريني. هذا كاع عزيمه نتاعي، الكلوب هذا عاوني بزاف. وكاين ثاني خالي اللي كان ملي كان المدرب نتاعي مهما كنت يعني مع الفريق هذا الفريق العريق فريق مولود الجزائر، خالي كان ثاني دعمني بال يعني بالافكار نتاعو بالتشجيعات نتاعو، يعني ما كانش يتوقف عليا. ما كنت كيتيت الخضاريه كنت كيتيت الكلوب اي بي ال، مي خالي كان دائما واقف معايا، يعني جامي خلاني نهار ما كنتش نونطريني روح لدارنا، يعني عندي كاش مناسبه روح للدار ولا حاجه خالي يحكمني نونطريني، يقول لي روح تدرب، يقول لي ما تضيعش وقتك
وسيتي سا باسكو لو سبور سي لا كونتينيتي دو ترافاي لازم الاستمراريه في العمل واللي يحب ينجح سي ماشي اكور تيرم ا لون تيرم الناس باش تخدم باش تنجح لازم يكون استمراريه في العمل حنا دوكا راه نشوفوا لي زلت تاع دوكا يروحوا ستاج سواء يديروا هنا في الجزائر او في الخارج كي يدخل من ستاج يجي يريح يريح سمانه يريح 10 ايام بالك اللي ما يريحش فيهم بزاف يريح 4 ايام مي سا سي فو 4 ايام راح تعاود لنقطه صفر باش تعاود للتحضير نتاعك وانا رياضيين تاوعي نهضر لهم هذه الهضره بصح بالك اي برون با سا اون كونسيدراسيون مي شغل ما ياخذوهاش بجديه بصح الفو بروند لا رياليتي اون فاس لازم تقابل المشاكل هذوما او هذو الاقوال نتا قابلهم ودير طلع في راسك قول بالك صح ماشي بالك صح ماشي بالك صح كاين ناس انا نقول الرياضيين تاعي نقول لهم هكذا يقول لك وي كذا يقول لك نو انا سي فري بارفوا ما نلومهمش علاش باغ اكزومبل كيما فليسي محمد نائب بطل العالم في سنه 2013 من نهار جا من بطوله العالم هو يجري على روحه مسكين ما كاش يكون يجري عليه ما كاش يكون يقول له مشاكله ما كاش يكون يراعي الاحتياجات نتاعو هذا شيء ثاني ياثر على الرياضي هذاك الناس باش نجحت النجاح هذا هو وبالاراده نتاع الرياضي هذاك يعني يزيدوا له هذاك الكومبليمون حنا دوكا الامكانيات كاينين تاع الرياضه يمد لك الامكانيات باش تخدم بصح كاين دي فاكتور واحد اخرين اللي لازم نوقفوا عليهم ثاني باش نولوا نجيبوا دي ميداي اولمبيك سي با هكذا ماشي بسهل ماشي نمد الامكانيات قالوا نطريني وخلاص نو هذا الشيء لا يكفي لازم اعانه ماديه وبسيكولوجيه هذه هي الاعانه اللي تعاون الاتلات محمد علالو كان هنا في شراقه يومين تاع يوصل العيد لا فاي تاع العيد في الليله هذيك باش يروح لدارهم دو جور يعاودوا لي كان دي زاتلات سمانه من قبل العيد يروح 15 يوم بعد يجي بار كونت محمد نو اللي تي سيريو وليت سيريو اللي يحب يونتريني لو كان ماشي العيد ما يروحش لدارهم سي لو تيب اللي يروح في الليل لا فاي تاع العيد ويجي لو دوزيام جور يجي يونتريني بلا ما يهضر مع المدرب يجي يدير فوتينغ يجي تلقاه في الصاله تسمى تنجم ديال الصاله ما كان حتى واحد محمد علالو في الصاله هذا ماشي كيما نقولوا بنادم راه يزكي فيه ما نهضوا على فعالو سوليتي اللي حب يوصل اي لا بروف جا ميداي برونزيه للجزائر بصفه عامه وبصفه خاصه جابها المولوديه هذا في هذاك الوقت انا لا بروف لي انسان كي يحب يوصل يخدم يتعب بالتعب بالخدمه اللي نوصلوا ماشي بالرقاد محمد كان يجي يتعب بورتو شبيب تقولوا لي تاع تنس مي يحب البوكس قلت لك ولسوء الحظ يعني في الجزائر حنايا ما يقفوش على الرياضي كما يلزم الحال هنا في الجزائر ما يقفوش على الرياضي كما يلزم الحال تشغل توجور الرياضي يشوفوا فيه نهار يكون يمد بصح نهار يبدا فان دو كارير ديجا غير يشوفوه بدا يتراجع شويه لورا يتراجعوا عليه كاع الناس المسؤولين في الرياضه ما نتهمش الناس باسكو الناس برا توجور مازال يشجعونا للان انا من بعد ما عندي دوك لمده 13 سنه ملي توقفت على المسار الرياضي ولكن الناس مازال برا تعرفني وناس تشجعني ويقول يعطيك الصحه الناس واحد يقول لك فرحتنا واحد يقول لك بكيتنا واحد يقول لك دخلت لنا الفرحه في قلوبنا صافي بليزير يعني هذا الشيء ما نقدروش نشروه بالمال ولكن الدوله هذه لازم تعاون الرياضيين هذوما ما تخليهمش هذاك مهمشين سورتو انت ميداي اولمبيك ما عندوش حتى يعني ما يعبروش كي نقولوها بلا ما يعبروش يعني صافي مالو كور حتى حنا رانا ليماج وحنا ليكزومبل تاع هذو الرياضيين دوك انا غدوه يشوفني ان بوكسور اللي راه معايا سوا معايا في التدريب معايا في الصاله باسكو نونطينيه ولا بوكسور يعرفني من برا في كاش كلوب واحد اخر يشوف باللي علالو محمد هذا ما يعطولو حتى عناية كيفاش حبيتو زيد يخدم وزيد يدير ريزولتا ما يخدمش ما هو يقول لك انا يعني يا هل ترى راح يصرى لي كيما صرى لعلالو انا علاه ندير البوكس حتى الناس تولي تتراجع شويه اللور حتى ولا كان عنده اراده باش يخدم كيشوف ليماج تاع ميداي اولمبيك شغل ما عندوش الاهميه بزاف يقول لك انا سما ان جور لوتر نولي كيما هذا
ونمر بيان يعني مدوا القيمه للرياض الجزائري خاصه الرياضيين اللي داروا دي ريزولطا على بالنا بلي كاين يا بوكو دو سبورتيف الجيريان بصح كما يقولوا ليس الذين يعلمون الذين لا يعلمون دوك الواحد اللي دار ريزولطا واحد اللي ما دارش ماشي كيف كيف دوك انا درت ريزولطا ما 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 درنيش في الصف مع واحد اللي راه يمارس رياضه عادي كاين ناس راهم يمارسوا رياضه نورمال باغ اكزومبل نمدوا ليهم تاع دي فوتبالور فوتبالور يلعب بالك في البطوله الوطنيه بالك معروف على واحد ولا مقيمينو على واحد اللي جاب ميداليه اولمبيه صح سي غراف يعني العالم ولا بالمقلوب لو موند اونفير سي سكون دو موند سي سا مدوا الاهميه للرياضيين باش ولا حبينا تحصلوا على ميداليات اولمبيه وميداليات عالميه وتحبوا باش تزاير يعني الجيري تبان ونزيدوا يعني نزيدوا احنا نشرفوها لازم تطلعوا في ليزاتليت لازم يطلعوا في ليزاتليت سي سا سانسيرمون شوف كمدرب انا 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 انا, أنا كان هو وين كنت انا اتلت عنده نهار جاء المدرب الكوبي هذاك الجزائر في 2005 هو يعني من احسن المدربين في العالم ماريانو كان خضاه كمدرب مساعد وكانت الانطلاقه تاعو قويه ثم كان وين خضى تجربه كبيره معاه مالوروزمو هنا في الجزائر ما يمدوش القيمه لهذوك واش دينا احنا من عند المدرب هذاك على لو كان خدم معاه عامين كان تعلم من عنده بزاف حوايج ليكسبيريونس تاعو وزاد خضع على من احسن المدربين في العالم جو بونس ليكسبيريونس اللي عنده واللي دايها من ثم كان يقدر يكون من ابرز المدربين في الساحه الوطنيه كي يعمل حاجه يحب يعملها يتقنها يعني سان مي موا محمد اونيتي فوازان صافي كنا نسكنوا في المام في المام باتيمون سان مي تري بروش كذلك العائله نتاعو دونك فوالا اونيتي كونتون جيتي كونتون بور لوي كي جاب ميداليه معنا في سيدني دونك فوالا احنا رانا عائله واحده مع محمد بعد اولمبياد سيدني 2000 اللي كانت احسن مشاركه للجزائر جاء اولمبياد 2004 باثينا اللي كانت من اسوء المشاركات للجزائر في الاولمبياد ولا ميداليه ما هي الاسباب اللي خلت الجزائر اللي كانت الفوق بخمس ميداليات تنزل المرتبه الاخيره في اولمبياد 2004 والله الاسباب انا ما نجهلها انا ذاك كنت توقفت على الرياضه وكنت التحقت بالتدريب في المجمع الرياضي البترولي والله الاسباب انا نجهلها ولكن نقدر نقول بالك جو سي با سي مون اوبينيون يعني هذه النظره نتاعي انا كنت قلت من قبل باللي العزيمه في الرياضيين ولات ما كانش ثانيك نقصت وبالك هذا الشيء يرجع يعني اللي ما عطولهمش اهميه ثانيك انت الرياضي اللي ما عطولوش اهميه راح يتراجع في ريزولتا نتاعو يشوف باللي ما عنده اوكين امبورتونس ان هذه الناس ما تعطلوش اهميه وكيفاش يولي ثاني يطلق هو ثاني شاب اللي ما الناس ما تعتنيش به هو ثاني اللي يخليها تصير هكذا كلافغليت شوفوا كاين ثاني فاكتور اللي الناس بالك ما ياخذوش بعين الاعتبار حتى المسؤولين ما يشوفوش ليه ما يراعيوش ليه هو المدارس اللي كونت هذو الرياضيين دوك نتاع اونطينور في بلديه ما راه يخدم مسكين ويفورمي دي زاتليت باسكو ليكيب ناسيونال سي با ليكيب ناسيونال كي فورما الفريق الوطني ماشي هو اللي راه يكون في الرياضيين هذوما باش ولاو ابطال هذه وحده باش الناس ياخذوها بعين الاعتبار ويعني ياخذوا نقطه هذه هذاك الناس اللي يخدم في لي كلوب باغ اكزومبل كيما انا الكلوب اللي تعلمت فيه ويعني وبديت المسار الرياضي نتاعي ماشي الفريق الوطني انا بديت قلت لك في ليبيا في الخضاريه اللي ما كانتش عندنا اون سال يعني اون سال تقدر تقول سي با اون سال دو بوكس اون سال هكذا كبيره هامله ما عندنا رينغ ما عندنا صاك ما كاين والو ما كاينش امكانيات وهذوك الناس هذوك زونطينور كانوا يعني يخدموا من قلبهم باش يلحقونا للمستوى العالي اللي لحقنا ليه ومن بعدك انا نهار لحق المستوى العالي ودرت ريزولتا جيتي ريكومبونسي واش ما ريكومبونس على كل حال ولكن وهذاك المدرب اللي بيتعب معاك وجرى معاك ما يستفاد والو كيفاش حبيت تزيد يخدم
باسكو الخدمه الكبيره كاع راهي في لاباز، راهي في لي صال، والناس تخدم وتقدم هادو هما الرياضيين للفريق الوطنيه. هادوك الناس اللي لازم تانيك نعتنيو بهم. يا سيدي بالك هذاك اللوطي يقول لك انا ما نستحقش باش تعطيني دراهم، اعطيني الامكانيات باش نزيد نخدم، عاوني بالامكانيات. هذوك الامكانيات ما راحش يديهم مع اهل دارو، راح يستفاد بها كاع سكان البلديه هذيك ولا سكان الحي ولا سكان الولايه. ينجح ان شاء الله لانه خدام، ويعني كيفاش ما ينجحش؟ عنده اكسبيريونس كبيره وينكسبها كي كان رياضي وراهو في مجال التدريب منذ مده، يعني اكيد راح ما يقدر غير يفيد الرياضيين هذوما بالخبره اللي كسبها هو. تما ما كاش حتى قانون اللي يحميهم مثلا في كره القدم، الجوار كي يطلع يروح يسيني مثلا في الاوروب لو كلوب فورماتور يبينيفيسي منه، مي هذه بصح في زون ديسيبلين ما كاش زون ديسيبلين ما كاش. هذه كاين فراغ قانوني في الرياضات الاخرى من غير كره، ما كاش. قلت لك هذو الناس راهم يخدموا فريمون يتعبوا، الناس تاع لا باز هي اللي تاع، باسكو انا نهار جيت سينيور ليكيب ناسيونال، انا ما جيتش نتعلم ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال كون باش تعلم ما تجيبكش، كون ما شافوش انت صح مليح ما يزقولكش الفريق الوطني. سي كيف وشكون لحقني لهذا المستوى؟ سي الكلوب نتاعي اللي عاوني ولا المدرب نتاعي اللي كنت عنده من قبل، هذاك الانسان اللي خدم معايا وتعامل معايا عاوني او موا شوف ليه وعاونه في لاصال تاعو، باسكو هذا ها وهذا لونطين ها ونجح. سي كيف يقدر يجيب يقدر ينجح رياضيين واحد اخرين، بصح ولا ما بقاش الامكانيات مسكين. بالك بارفوا ماشي بارفوا ماشي بالك خلي كان يصرف من جيبه واحد الوقت، ومن بعد بلي ما يقدرش عليا هو سيوي كيما كونسيي باش نجي للمولوديه، باسكو المولوديه كان عندها امكانيات وكانت قادر تعاوني، وصح عاونتني المولوديه اغراس ومولوديه انا نقولها ومازال نزيد نعاودها. وواحد الوقت درت ان كرون تيتر، ولايتي اهملتني والمولوديه انقذتني. يعني في الولايه نتاعنا كنت في مدينه الخضاريه ما قيت حتى دعم من الولايه، ما كان والو، بصح النهار جيت للمولوديه لقيت لي مويان والناس عاونتني وقفت معايا، لي زونترينور اللي كانوا معايا وقفوا معايا الحمد لله. يعني بهذاك الاعانه تاع هذوما كاع باش الحق الفريق الوطني ودرت نتيجه. صافي هذوما الناس لازم ما ننساوهمش. محمد شي ريسبكت المهنه تاعو، يقيم المهنه تاعو ويقيم روحه كيما راه مقيم روحه، يقيم المهنه تاعو والخدمه يحب يخدم، بصح لونتوراج تاعو ما يخليهش. فهمت؟ وباش بالنسبه باش يكون المهنه تاعو هو اكزيجيها ما يقدرش يدوا عليه، يديروا لك الكواليس، يديروا لك حاجه اللي تعرق لك. دوك هو المهنه تاعو يحبها، والميتي هذا ما ينساش هو انا قصر معاه. المهنه هذه هي اللي لحقته المرحله هذه اللي واش راه لازم يقيمها بالسيف، وكي يدخل مع لاتليت وعنده لا بريزونس مع لاتليت. فهمت؟ والانسان كي يكون عنده لا بريزونس مع لاتليت كي يمد هضره طبق من هي. محمد يقدر لو كان يعني يكون عنده، لما يكونش عنده لونتوراج تاعو صعيب اللي يجيني له في الخدمه تاعو يقدر يدير حاجه. في رايك اسباب تراجع الفن النبيل في السنوات الاخيره؟ بون عاودنا شفنا في الربع سنوات الاخيره اون جينيراسيون جديده دي جون راهم يطلعوا كيما فليسي كيما بن شبله، ربما راهم يديو القاب عالميه افريقيه وطنيه، لكن على العموم احنا نحسبوا بالبطولات الاولمبيه كاين تراجع يعني من سنه 2000 الى غايه يومنا هذا، يعني ملي ديت انت الميداليه تاعك في اولمبياد سيدني ولا احد قدر يطلع في الاولمبياد. تقدر تقول باللي كاين لي جينيراسيون هذه اللي هي طالعه تنجم تلحق المستوى هذا؟ والله غير عندنا تشوف في الملاكمه عندنا توجور هذيك لا غراندي شامبيون، حنا دائما عندنا ذره تاع الابطال كاينه في الملاكمه. الملاكمه معروفه منذ الاستعمار الفرنسي عندنا ملاكمين، ولكن الفو لي بروند اون شارج هذو لي زاتليت، هذو زاتليت لازم نوقفوا معاهم ونعاونوهم. هذو زاتليت ماشي قال نعطي له امام تقول نعطي له لي مويان، ماشي غير لي مويان برك راح يوصلوه للهدف نتاعو. يعني راح اشوف نعاود نوليو كاين الاعانه الماديه لازم دوك تا رياضي كما تركنا من قبل قلنا نهار تكون تمد الناس كاع موراك نهار دوموندي ان بوست دو ترافاي يقول لك واش المستوى عندك، هذه كنا ما كملناهاش من قبيل. وعلاه ماشي الرياضي هذا كي راه دوكا راه يمد ريزولتا
كيما يديروا لي زوتر بي لي بي ديفلوبي سي سا يفون سا الاتليت نهار يكون يمد يكون يعني الحق العالميه يزيدوهم يسقموا المستوى نتاعو المستوى الثقافي المستوى العلمي ها المستوى المعيشي نتاعو يسقموه له حنا نو حنا لو كان يقيس نحيلك ينحيلك ومن بعد داك النهار يكمل لاكاري نتاعو تقول له واش المستوى عندك انا كانوا قالوها لي وقالوها لمن بعدي ومازالوا يقولوا فيها كي يدوموندي ان بوست دو ترافاي يقولوا واش المستوى عندك ما نقدرش نمد لك ما ميديكاتور سبورتيف مربي رياضي ولا واش راح يدير راح يطلع هذا الرياضي راح يدير لك صاروخ يطلع القمر ما راح يدير صاروخ راح يكون يعني رجال او رياضيين في المستوى اللي كان يخدم فيه هو ثاني مجهود نور الدين اللي مازلني في كل مره نتحدث عليه نائب بطل العالم كان لو سول من بعده بعد 18 سنه باش جا بعد 18 طون باش جا في ليسي ان في شوبون دو موند لو كان تروح تشوفوا دوك الحل اللي راه فيها تقدر بالك لو كان تعيش معاها مومون ولا يامات بالك تبكي بالك تحلق الدمع عليه باسكو مسكين ما عندوش باش يوكل ولاده ما عندوش باش يجيب قوت عيشه اليومي ما يجيبوش سي غراف نلحقوا لهذا المستوى من ابرز المدربين في الساحه الوطنيه مازال انا جو بونس مازال ما عطاولوش لا شونس تاعو نتمنوا يكون تشبيب على مستوى الفيدراليه ولا وين يلجؤوا ليه يعني كمدرب ان شاء الله حياه الملاكم سي لا بوكس شغل سي دون لو سون في الدم حياته هنا في القاعه لازم يشوف الساك ويشوف لو رينغ حياته هنايا هنا لي ريسبيري انا جو لو فوت اون كونترينور انا نشوفوا رياضي احنا في المستوى العالي على مستوى العالم ثاني نهار رياضي يلحق المستوى عالي هما يكريولو خدمه يكريولو فورماسيون يسقمولو حياته يوقفوا معاه حقيقه بصح حنا في الجزائر واللي حسن الحظ اللي سوء الحظ بليتو هذا واش راه صاري عندنا في الجزائر هذا هو ثانيك لو بريمي فاكتور اللي عاود رجع رياضه نرجع ملاكمين الرور عاودوا ترجعوا للوراء باسكو علاش شافوا باللي كاين رياضيين اللي لحقوا المستوى العالي دوك تروح تكون سقيف ليسي يقول لك انا لحقت فيشمون دي موند وما عاونونيش واش وين حبيت نزيد نروح وين باش نلحق ميداليه اولمبيه لازم الاعانه لازم واش نطلب يا طولي وسا سي فري لازم واش يطلب يا طولو وما راهمش يدومونديو لا لون ما راهمش يدومونديو القمر باش يعطوا لهم القمر باش يولوا شامبيون اسم السيف مينيموم يضمنوا له ان بوز دو ترافاي باش يقدر يحبس لا كارير ها كومام اللي في شامبيون دي موند سي بور سا لا بوكس رجعت من 2000 لهنا تراجعت الملاكمه الى الوراء عاودنا تراجعنا وحنا باسكو ثانيك بالك انا اقول بالك خير باسكو علاش نهار كنا نجيبو راك تجيبو سما كانت الحاله عاديه هيا دوك نسيو ما نجيبوش ونشوفوا تسقم الامور بالك هكذا رياضينا ما يخمو انا ما نجيبش دوكا بالك من بعد نهار جيب بالك يعطوني قيمه سي سا يلفو ريفوار سا اوسي ماركوني بزاف حوايج فيه هما كلهم متعلقين بالملاكمه نقول لك ماشي صور ضحك انا بوكو بليس لي صور اللي راهي حضرها هكذا عندي ما ماركي على علالو كان واحد الملاكم تونسي واسمه نوفل كان من ابرز الملاكمين في الوزن فوق الخفيف وهذاك كنا لاكمنا البطوله المغربيه انا كنت صغير بزاف كان عندي 18 سنه وين علالو كان فاز على ذاك الملاكم هو ستيلو شوشو تاع تونس وعنده ميداليه برونزيه في لي جو وعلالو كان فاز عليه في تونس ومالغري عطاو لا فيكتوار لنوفل هذا ومن بعد اون اني ابري نديروا شامبيون دافريك في ماي 98 في حرشه علالو كان يلاكم في الملاكم التونسي هذا وسمى تلمو كان هارب عليه في المستوى وين كان دو طون زون طون يدير له دي جاز تكنيك باغ اكزومبل يتوشيه منا ويدير لي سكيف تاعو ويتوشيه بلو برا هذاك منا هذه يعني شافع عليها شغل ما ماركي صدق حبي يبين له بلي انا بعيد عليك في المستوى يعني بطريقه فنيه في اطار الرياضه يبقى يخدم ابدا في لي ستاج مع بعد بدا يخرج ليترونجي ومنا حتى لحق النيفو تاعو هذيك ميلاد بروز اولمبيك وربي يكمل في مشواره ان شاء الله ونتمنى له كل خير.